صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. كيفك اليوم؟ تمام رواق. يسعد صباحك. ان شاء الله على طول بدنا نقول صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده رح نبتديها معكم، فيها محطات عديده اكيد من دمشق والمحافظات السوريه لهم حصه برحلتنا اليوميه، لكن مع بدايه كل رحله دائما امنياتنا واحده، بنتمنى هالنهار يحملكم الخير والامل وراحه البال والرزق الكثير والانفراج لكل الناس اكيد. اكيد يسعد صباحك نور عن جديد، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد، محطات عديده اكيد منا الاجتماعي ومنا الصحي وايضا منا بما يخص التكنولوجيا رح نفصلها مع ضيوفنا، ولكن بالبدايه خلينا نصبح عليكم بغنيه صغيره ونبلش. اما هلا سلمى خلينا نروح معك ومع المشاهدين لفقره هل تعلم، خلونا نتعرف على معلومات ممكن تكون جديده وممكن تكون مرقت بحياتنا بالتقرير التالي. هل تعلم أن أحد الأسباب التي تجعلك تشعر بإرهاق شديد عند الاستيقاظ من النوم هو عدم شربك الماء الكافي في اليوم السابق؟ وهل تعلم أن النوم على الظهر يزيد من احتمالية تعرضك للكوابيس، خاصة الكوابيس التي تعجز فيها عن الهروب والركض؟ هل تعلم بأن سبب الأنين أثناء النوم أن الإنسان قد يرى أشياء تفوق ضغط عقله فيبدأ بإخراج أصوات لتخفيف الضغط على العقل؟ هل تعلم بأن الألم الذي تشعر به في رأسك عندما تأكل شيئاً بارداً بسرعة سببه تجمع الدم في دماغك للمحافظة على حرارته؟ وأخيراً، هل تعلم بأنه كلما كنت هادئاً وثابتاً مهما كانت ظروفك ستجد نفسك متحكماً في حياتك ومسيطراً على الوضع؟ أما هلأ نور رح نروح لجولة على أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم وشكلت بتتالية حكاية اليوم. اليوم 26 كانون الثاني شهد هاليوم عبر الزمن والسنين كثير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من العام 1340 ملك إنجلترا إدوارد الثالث يعلن ملكاً على فرنسا. بعام 1788 الأسطول الأول البريطاني تحت قيادة آرثر فيليب يبحر إلى ميناء سيدني لتأسيس مدينة سيدني المستوطنة الأوروبية الدائمة في القارة، ويحتفل بهذا اليوم كيوم أستراليا الوطني. وبمثل هاليوم من العام 1962 المسبار رينجر 3 ينطلق لدراسة القمر لكنه أخطأ الهدف بما يقدر بحوالي 22,000 ميلي. وبعام 1965 اللغة الهندية تصبح اللغة الرسمية للهند. وبمثل هاليوم من العام 1983 إصدار برنامج لوتس 123 للحواسيب. ومن أبرز الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1839 إلياس صالح كاتب ومؤرخ وأديب ومترجم سوري. بعام 1842 فرانسوا كوبي شاعر وروائي فرنسي. أما أبرز الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 2003 أنا ماري تشيمل مستشرقة ألمانية. أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا الأولى، وموضوع دائماً بنسلط الضوء خلال رحلاتنا الصباحية عليه هو صعوبة التعلم. حسب آخر الإحصائيات والدراسات أكثر من 4 مليون طفل ومراهق يعانوا من صعوبات التعلم. هي المشكلة بتنشأ من طبيعة تعامل المخ مع المعلومات، كيف ممكن مع السنوات تتراكم بصعوبة التعلم، بصعوبة القراءة، بصعوبة فهم المعلومات العلمية لكل الأطفال أو المراهقين اللي عم يعانوا من هي المشكلة. صحيح نور، وهون بتظهر المشكلة وبتبلش الأسئلة الكثيرة إن كان من الأهل أو حتى من المحيط. هل هي المشكلة أصلا ممكن يكون جزء منها وراثي، أم هل المشكلة العائق الرئيسي
أمام طبعا تطور الأطفال، وكثير أسئلة عن هذا الموضوع رح نعرف إجابتها أكثر وتفاصيل عنا مع ضيفنا بالاستوديو المهندس دوريت شدود، وهو خبير في كوادر رعاية الطفولة ذوي الاضطراب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، صباح مشاهدي قناة الإخبارية السورية ومشاهدي برنامج صباح نغير. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نبسط للمشاهدين شو هي صعوبات التعلم علميا، وايمتى بتبدا عند الطفل؟ لانه بالبدايه ما بيتم التشخيص صحيح. بيكون في صحيح. اختلاط مع بعض القصص الاخرى عند الطفل. هلا حقيقه يعني العديد من الاطفال يعانون من اضطراب يسمى اضطراب صعوبات التعلم. صحيح. طبعا هذا الاضطراب قد يستمر لفتره طويله من الزمن قبل ان يتم تشخيصه وبالتالي الوقوف على حقيقه الامر الذي يعاني منه الطفل. طبعا هذا الزمن ممكن يأثر على قدرات الطفل من حيث الثقة بالنفس ومن حيث قدرته على تحفيز ذاته وبالتالي على نتائج تحصيله العلمي في مدرسته. حتى نعرف شو هو اضطراب صعوبات التعلم لازم نعرف معلومة جدا هامة، انه في عنا عدة انواع من اضطرابات صعوبات التعلم. فتعريف على سبيل المثال، اضطراب صعوبة التعلم ناتج عن اضطراب في الحالة النمائية للكلام واللغة يختلف عن اضطراب صعوبات التعلم الأكاديمي اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. على اعتبار اليوم طبعا هذا الاضطراب حقيقة شائع في مجتمعنا بشكل كتير كبير. لما بقول أنا اضطراب صعوبات التعلم الأكاديمي المقصود فيه هو فقدان قدرة الطفل على اكتساب المهارات الأكاديمية تحديدا مهارات القراءة ومهارات العمليات الحسابية. فيعاني الطفل طبعا بهذه الحالة من شيء اسمه عسر القراءة، يعاني من شيء اسمه عسر الكلام. طبعا لا يعتبر هذا الاضطراب بأي شكل من الأشكال من أنواع الإعاقات العقلية أو الجسدية، فقط هو في رابط عضوي مع حالة الذكاء عند الطفل، فهو تراجع بالمفهوم الذكائي عند الطفل. بالنسبة لمتى يظهر، في الحقيقة قد لا يظهر هذا الاضطراب بشكل جلي وواضح إلا بعد دخول الطفل في مرحلة التعليم الأكاديمي، كان في رياض الأطفال أو كان في المدرسة سواء كان ابتدائية أو أعلى ابتدائية. طيب خلينا نتعرف كمان، اليوم في كثير أسباب واختلف وكل فترة بيطلع في دراسات جديدة. صحيح. عن موضوع صعوبات التعلم عند الأطفال. البعض قال إنه هي ممكن تكون مشكلة وظيفية، يعني مثلا مشكلة بالإذن أو مشكلة بغير أعضاء الحواس فبالتالي بيتأثر الطفل. صحيح. أو ممكن يكون مشكلة وراثية، وأيضا في ناس قالت مثلا من آثار الحروب أو الأزمات النفسية. صحيح. في كتير أطفال اللي نشأوا بمناطق فيها اضطرابات أدت إلى صعوبات. صحيح. تعلم عندهم. من مجمل هاي الأسباب شو هي فعلا الأسباب الحقيقية لصعوبات التعلم؟ لا يمكن بالمطلق إغفال أي سبب ذكرتيه، بدءا من الاضطرابات النفسية الناتجة عن حالة على سبيل المثال دخول بلد ما في أزمة معينة إلى عوامل مرتبطة بالحالة الدماغية عند الطفل. بس خلينا نقول في أسباب رئيسية وحالات الاضطرابات اللي خلينا نسميه الاستقرار المكاني في أي دولة هو ظرف بالعادة بيكون طارئ. خليني أقسم الأسباب لثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول هو طريقة نشأة الطفل، يعني البيئة الاجتماعية التي يحيا فيها الطفل. فدوما الأسرة اللي بتسود علاقات المحبة والوئام والوفاق الأسري بشكل عام بتكون بيئة حاضنة للطفل، وبالتالي ممكن نبعد بأي شكل من أشكال خطر إصابة الطفل بهذا الاضطراب. من الأسباب اللي ممكن تكون أو بتقرب حالة وقوع الطفل باضطراب صعوبات التعلم على سبيل المثال ارتفاع السمية بمعدن الرصاص، وهذا من العناصر الشائعة حاليا على مستوى البلدان العربية بتزيد من خطر إصابة الطفل بصعوبات التعلم. شيء مرتبط بالحالة الصحية للطفل في مرحلة الحمل على سبيل المثال، نقص النمو الحاد الذي يمكن أن يصيب الجنين في رحم والدته، تعاطي الكحول والمخدرات بالنسبة للأم على سبيل المثال قد يكون له دور سلبي أيضا على في نشأة هذا الاضطراب، وخلينا نقول نقص وزن الطفل ما بعد الولادة. هاي جملة أسباب علمية. العامل الوراثي بيلعب دور فينا نقول ولا لا؟ خلينا نكون كمان دقيقين، مثل ما حكيت في عدة أنواع لصعوبات التعلم. فيما يتعلق بصعوبات التعلم الأكاديمية عامل وراثي بيلعب دور فيها كتير كبير، لأنه مثل ما ذكرت مرتبط بعنصر الذكاء عند الطفل. وبالتالي ذكاء الأبوين بيحدد بالعادة ذكاء الأبناء. نحن بنعرف علميا 40% من ذكاء الطفل تمام هو موروث فطري. صحيح. و60% مكتسب. مقدار خلينا نقول 40% الفطرية الموجودة عند الطفل هي اللي بتحدد اوكي قديش راح يكون حجم الاكتساب من 60% خلال مسيرة حياته. فهو في ارتباط جذري ما بين اضطراب صعوبات التعلم الأكاديمي وما بين عامل وراثي عند الأهل. طب خلينا نشير لنقطة كتير مهمة، يعني أهمية اعتراف الأهل إنه طفلهم عندهم مشكلة. هي كمان نقطة لازم نوقف عندها، لأنه
بالبداية أساسا بيصير سوء تشخيص يعني. صحيح. بيصير في تداخل ببعض الأمور، بيصير في صعوبة بالتشخيص، بنشوف التشخيص بالمرحلة الصحيحة هي المرحلة العمرية الأكبر اللي هي بالست سنوات. صحيح. لما دخول المدرسة. هون خلينا نعطي بعض النقاط اللي لازم يوقفوا عند الأهل يقول لا ابني عنده مشكلة، لأنه نحن بنعرف في فوارق فردية بين الأطفال. ممكن الأم تقول لك لا إنه عادي، في بعيلتنا حدا تأخر بالكلام، في بعيلتنا حدا كان عنده هي المشاكل وتيسرت أموره، لأنه نحن بنعرف مع بداية اكتشاف المشكلة قديش بيوفر جهد وتعب. صحيح. على الأهل في معالجة المشكلة. صحيح. الأساسية من. صحيح. البداية. هلا أنسي لك شغلة نكون صريحين فيها، نحن اليوم بمجتمعاتنا للأسف الشديد مفتقد لمفهوم الثقافة الطفولية. أوكي. يعني كثير من الاحيان الطفل بيوعى باضطرابات متعدده ما بينتبهوا عليها الاهل. فيما يتعلق باضطراب صعوبات التعلم، كشف الاعراض بالنسبه للاهل كشف جدا سهل في حال في متابعه دقيقه من الاهل لرعايه اطفاله. فعلى سبيل المثال طبعا للحصر، لما بشوف انا ابني صار عمره 4 سنوات 5 سنوات وعنده مشكله او اشكال ما بقدرته على مسك القلم، وبالتالي السيطره على القلم ونسميه الكنترول والتوجيه، فأنا أكيد الطفل بهذا العمر في عنده إشكال ما. لما بشوف ابني عم بيحاول يكتب على سبيل المثال حرف الباء، عم يكتبه بشكل مقلوب من اليسار لليمين أو مسطح الباء للأسفل بدل ما يكون للأعلى، هي مشكلة. لما بشوف ابني على سبيل المثال غير مستجيب مع طبيعة التعليمات الأكاديمية الموجهة له، أوكي أكيد في مشكلة. لما بشوف ابني أنا غير منتج دراسيا، رغم ما نعرف إحنا اليوم كأهالي عم نحاول نحط كتير ما استطعنا يعني في سبيل تعليم أبنائنا، وبشوف النتائج يعني غير مجدية غير جيدة، فلازم أنا أشك مباشرة أن طفل اليوم في عنده إشكال ما على صعيد التعليم الأكاديمي، فلازم يتوجه باتجاه الأخصائي لأخذ الاستشارة، وبالتالي كل ما كان الكشف مبكر بتكون النتائج أفضل في عملية الاستشفاء. طيب استاذ، اليوم احنا عم نحكي دائما انه العلم تطور، وحاليا هلا شوي كمان الدور الاعلامي بهذا الموضوع صار عم يحاول ينشر اكبر قدر ممكن من التوعيه للاهل بهذا الموضوع. اليوم التعامل مع الطفل اللي عنده صعوبات التعلم كيف لازم يكون، وخصوصا بالبيت، لانه يمكن البيئة. الجهد الاكبر البيئة الحاضر. حتى لو راح احضر دورات او. صحيح. تعليم تفاعلي، الجهد الاكبر على الام والاب والاخوه. صحيح. ايضا بالبيت. بناء على تجربتي انا بموضوع تاهيل الاطفال، دوما من اكثر من 10 سنوات كنت اقول عباره وعلى طول بقولها، خير مدرب قبل ما يكون مربي، خير مدرب الأم. لطفل ذو اضطراب هو الاب والام. أنا كيف اليوم ممكن بعد أسباب الصعوبات التعلم عن ابني؟ في كتير طرق. أول شيء لازم نفصل ما بين الرعاية العاطفية للطفل ومفهوم الدلال المفرط. إذا لازم أنا أرعى أبنائي بشكل جيد بشكل عاطفي، وبعد قدر الإمكان ما أوقع بمطب اسمه مطب فرط الدلال أو الدلال المفرط. الأمر الثاني قد يكون صعب التحقيق حاليا هو موضوع الاهتمام بالنظام الغذائي للطفل. نحن اليوم للأسف الشديد إذا ما نكون دقيقين اليوم في تراجع هائل على مستوى النظام الغذائي للأطفال بحكم الأزمة المعاشية. تمام. كبير. صحيح. بفعل الأزمة المعاشية، ولا حدا يتخيل أنه هذا التراجع ما ممكن يأثر على القدرة الذهنية عند الطفل أو على قدرة التركيز والانتباه عند الأطفال. فلازم قدر الإمكان أني أنا أمن احتياجات الطفل الغذائية. من الأشياء المهمة أيضا أنه لازم أنا كأب وكأم أكون متابع بشكل دقيق البرنامج اللي تم وضعه للطفل بهدف تخليصه من اضطراب صعوبات التعلم، وكون عم متابع معه بالبيت من خلال عملية التنفيذ المباشرة، مو من خلال السؤال أنه اشتغلت أو ما اشتغلت أو كذا، لا لازم يكون في عمل مباشر الأب والأم بهذه الطريقة. جملة معطيات لما أنا بحققها ضمن البيت، توازن نفسي ضمن البيت كتير مهم، حسن العلاقة الزوجية كتير مهم، علاقة الحوار الموجودة ضمن البيت كتير مهم، تحفيز الطفل اللي عنده اضطراب صعوبات التعلم عامل كتير مهم أيضا يتخطى الطفل هاي المشكلة ويخطو باتجاه الأمر. يعني حكينا عدة عوامل بتأثر بشكل كتير كبير. صحيح. على المشكلة إيجابا أو سلبا، لكن خلينا نحكي اكتشاف المشكلة من البداية قديش فعليا بيوفر جهد وتعب على الأهالي، قديش فعليا يمكن فينا هي المشكلة مع الوقت، لأنه بنعرف 85% من الأطفال تقريبا إذا بلش معهم من البداية بتخلصوا. صحيح. من هي. صحيح. المشكلة. فخلينا نقول لازم مع البداية يتم التشخيص فورا، يعني أنا ما أتراجع كأهل أقول لا هي المشكلة ممكن تنحل مع مرور الوقت، وقديش بتأثر إيجابيا على طبيعة انتهاء هي المشكلة بشكل. خليني هون أقول فكرة كتير مهمة من واقع تجربتنا وعملنا على أرض الواقع. اليوم في شكوى عامة عند معظم الأهالي دون استثناء
عن موضوع طريقة تعاطي الطفل مع المناهج المحدثة. عم نلاقي طفلنا اليوم أنه في إشكال معين بالمادة الدرسية عنده، عم يرجع للدرس الخاص، عم يرجع للمعلم بالصف، عم يرجع لزملائه، ففي أكثر من جهة اليوم عم تكون مساعدة في عملية إدخال المعلومة لعقل الطفل. بس المناهج فعلياً ضخمة جداً. ليش ما بنقول العكس؟ ليش ما بنقول أنه في مشكلة اليوم بالبنية الذهنية عند أطفالنا؟ أنت اليوم عم تحكي عن أطفال جيل حرب. وأنا عندي مقال نشرته من 3 أيام بجريد بقعة الضوء تحدثت فيه عن موضوع ثقافة الحرب عند الطفل ومدى تأثيره والتراجع التعليمي اللي صار عند أطفالنا. المقصود بكلامي أنا هون موضوع التشخيص موضوع له شقين، طبي وتأهيلي. لا يمكن تشخيص حالة أي اضطراب طفولي بالاعتماد على المجهود الطبي ولا بالاعتماد على المجهود التأهيلي، لازم تضافر الجانبين مع بعض. طبعا اليوم الطبيب لما بيشوف حالة صعوبات تعلم، الحل الوحيد الموجود أمامه هو يعني يتوجه باتجاه المغذيات الدماغية، الأوميغا 3 على سبيل المثال، ريسبيريدين بهدف تخفيف حالة فرط النشاط عند الطفل لرفع مستوى التركيز. كل هاي الإجراءات الطبية لا تخدم تمام قضية الاستشفاء من الحالة مطلقا، ما لم يرافق هذا الموضوع عملية تأهيل وتدريب دقيقة صحيح. جدا ومنسقة مع عملية العلاج الدوائي. فهون نحن منقول لما بيكون الاكتشاف لهذا الاضطراب مبكر، التشخيص الطبي دقيق، التقييم الفني دقيق، جاء أصحاب الخبرة والكفاءة في موضوع تأهيل الأطفال وضعوا برنامج فعلا يتناسب مع قدرات الطفل إلى حيث ما هو واقف. نحن وين مشكلتنا اليوم؟ منجيب طفل على سبيل المثال خلينا نقول مستوى التواصل البصري تبعه بمستوى الثاني، بيدخل على مركز تأهيل فبيبلشوا معه تواصل بصري من المركز من المستوى الأول. هذا بالنسبة لنا بنسميه نحن إحباط للطفل. بالنتيجة في شيء قادر يقوم فيه فأنا بحوله إلى محفز، حافظ عليه وبزيد. تمام وبزيد ما ببلش من بدايته. فالاكتشاف المبكر تمام أكيد بيساعد كتير بموضوع التخلص من هذا الاضطراب. وفي نقطة كتير مهمة، نسب الاستشفاء عالية جدا. صحيح نسب الاستشفاء بصعوبات تعلم عالية جدا. في نقطتين لازم هون نختم فيهم هاي الفقرة هاي هذا المدخل. المعلومة عند الطفل كيف تدخل؟ نحن في عنا شيء اسمه إدخال معلومة، في عنا شيء اسمه الترابط، وفي عنا شيء اسمه الذاكرة، وفي عنا شيء اسمه استرجاع المعلومة أو التغذية الراجعة. قد يكون اضطراب صعوبات التعلم يكمن في إحدى النقاط الأربعة مو الأربعة. فبرنامج التأهيل لازم ينحط بعد ما يقدر شو النقطة الدقيقة يلي عم بيعاني منها الطفل. هل هو عنده مشكلة باستقبال المعلومة أم بتفسير المعلومة اللي هو الربط، أو بتخزين المعلومة بمركز الذاكرة، أو باسترجاع المعلومة حين الطلب. في كتير أطفال نحن ممكن يتعلموا على حرف الباء على سبيل المثال، وأنا عم أقول باء وخطأ أني أقول باء بالنسبة لصعوبات التعلم. صعوبات التعلم يجب أن تعلم الأحرف بالطريقة الصوتية مو بالطريقة الهجائية. إب حفظ إب أوكي إم إلى ما هنالك. لما أنا بجي بلقن الطفل هذا الحرف أوكي استقبله اوكي ربطوا اوكي خزنوا، لما انا ممكن اطلب منه ما هذا الحرف ممكن ما يجاوب. طبعا لهيك يتم فدوما لازم نبحث عن النقطه اللي صحيح. ممكن نحن من خلالها نلاقي مدخل المخرج المناسب تمام للبرنامج المناسب بالنسبه للطفل. طيب كمان خلينا نحكي استاذ زريد، اليوم في بعض الاطفال مثل ما حكينا بتختلف عندهم انواع صعوبات التعلم طبقا لحالتهم الجسديه او المعرفيه. يعني بعض الحالات في ناس اكتشفوا متاخر أنه طفلهم عنده صعوبات تعلم وما هيك ما عرفوا يتوجهوا للطريق الصحيح من أجل المعالجة. يعني بعرف حالة من الحالات وطفل عمره 14 أو 15 سنة صحيح. وعنده صعوبات تعلم ناجمة عن خطأ بالولادة. نعم. وبعد فترة مثلا تم توجيههم أنه هو بحاجة لأكسجين لحتى تتعالج المشكلة بالدماغ، ولكن لأنه متأخر بالعمر فما أدت النتيجة، وحتى الآن مستوى النطق عنده أو التفاعل كتير بطيء. هاي الحالات المتأخرة هل ممكن فعلا إدراك هذا الوقت اللي راح أو بيكون صعب؟ الآن الأعراض اللي حضرتك حكيتيها شوي بعيدة عن اضطراب صعوبات التعلم. بمعنى أنا عندي إشكال ولادي، فمعظم أحيانا بيكون إشكال ولادي هو نقص أكسجين بدليل أنه تم وصف الأكسجين المضغوط مستقبلا بهدف تحسين العمل الذهني. هلا هذا اضطراب مختلف تماما، واضطراب نمائي بيكون شامل على مستوى الجسم، بيأثر على النطق، بيأثر على موضوع استقبال يعني السمع. يعني حتى التشخيص اللي مشخصين لهم اياه هو خاطئ. اكيد خاطئ. صعوبات التعلم برجع بقول لك بالنتيجه هو اضطراب لا يوجد فيه اعاقه عقليه او جسديه.
أوكي؟ لا يوجد بالمطلق. طفل مدرك تماما بكل حواسه، لكل موجوداته، لكل المحيط الموجود فيه، عنده فقط مشكلة بموضوع التعليم الأكاديمي. أوكي؟ ما بيعرف يجمع، ما بيعرف يطرع، ما بيعرف يحفظ أرقام، ما بيعرف يحفظ أحرف، ما بيعرف يربط الأحرف ببعضها ليكون كلمات. هاد برجع بقول لك ما له علاقة بالمفهوم العقلي، ما له علاقة بحالات التخلف العقلي، له علاقة بموضوع قدرة الدماغ على التعامل مع المعلومات. هاد غير علما، مشان نحكي بالاضطراب اللي انت عم تحكي فيه، الاضطراب اللي ناتج عن نقص الاكسجين قد يصب في عده مصدر، قد يكون تاخر نمو عقلي روحي شامل، قد يكون على سبيل المثال اصيب الطفل بحاله من التوحد اوتيزم، قد يكون الطفل اصيب على سبيل المثال باضطرابات على مستوى العمل الذهني ادت الى خلل نطقي، خلل سمعي، خلل بصري، بس اكيد مو خلل بموضوع التعلم، هذا مؤكد يعني. أكيد خلص وقتنا، بس ضوينا على نقط مهمة كتير، يا رب يكونوا كل الأهالي استفادوا وأخذوا المعلومة المفيدة. بالختام نشكرك المهندس دوريد شدود، خبير رعاية طفولة ذوي الاضطراب، شكرا كتير لك. شكرا جزيلا، بكون سعيد أنك موجود معكم. شكرا لك. أما هلأ نور صار الوقت لنروح لغرفة الأخبار للاطلاع على أهم المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن السياسات الأمريكية الخاطئة في العالم ومنطقتنا وفي سوريا خصوصا أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها وتدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود، مشددا على أن سلوك واشنطن الهدام هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار وحول جزءا كبيرا منهم إلى لاجئين ونازحين وأفقدهم الأمن الغذائي. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا، أشار صباغ إلى أن إصرار بعض الدول على نمط المناقشات المتكررة للمجلس في كل شهر حول سوريا دون وجود أي تطورات تستدعي ذلك يؤكد عدم اكتراثها بالحفاظ على وقت المجلس وموارده والحاجة إلى تكريسهما لخدمة وظيفته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بل حرصها على استغلاله لتكرار حملات الكذب والتضليل ضد سوريا وتوجيه اتهامات لا أساس لها. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تعد خطة غير مسبوقة للاستيطان في الضفة الغربية. وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن حكومة نتنياهو تعد خطة غير مسبوقة للاستيطان في الضفة وستتخذ خطوات مهمة لزيادة المستوطنات الصهيونية هناك. وبحسب الصحيفة فإن أهم ما في الخطة حكومة الاحتلال هو إقرار آلاف خطط البناء وضم ملايين الفلسطينيين إلى المعطيات الرسمية وإخراج الإدارة المدنية من وزارة الأمن. ومن المتوقع أن يقر الاحتلال بناء 18 ألف وحدة سكنية جديدة في الأشهر القريبة في الضفة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأمريكية في ألمانيا حتى لو كان المسمى قانوني إلا أنها قوات احتلال. وأضاف بوتين أنه بعد الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا كما تعلمون مقسمة إلى أربع قطاعات أمريكية وبريطانية وفرنسية وسوفيتية، وقام الاتحاد السوفيتي بإفضاء الطابع الرسمي على إنهاء وضع تواجده فيها، ولكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك، وبالتالي وبالمعنى الدقيق لكلمة هنا قوات احتلال أمريكية على أراضي ألمانية. ولفت بوتين إلى أن أوروبا ستستعيد سيادتها عاجلا أم آجلا، لكن يبدو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
صرح مستشار القائم بعمان رئيس دانيسك الشعبية بأن القوات الروسية تهاجم على طول خط المواجهة بأكمله على أراضي جمهورية دانيسك، وقال نحن نشن هجوما على طول خط الجبهة بكامله بدءا من الجنوب من مقاطعة زاباروجيا، كاشفا أن المواجهة احتدمت واشتد الهجوم أيضا في محور أوغولودار، وتتعرض منطقة أفدفاكا بدانيسك لقصف شديد، مضيفا أن الوحدات الروسية تشن أجرس هجوم في اتجاه مدينة باخموت. وفي خبرنا الأخير، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن الهيئة لا تزال مستمرة في تعاملاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه لا انحراف في البرنامج النووي. وأشار إسلامي إلى أن الاتهامات الموجهة إلى طهران هي أكذوبة كبرى وأداة للضغط على البلاد، لافتا إلى أن إيران اليوم هي بين الدول الخمسة الأولى الرائدة في العالم بإنتاج وتوريد الأدوية المشعة بجهود علماء إيرانيين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وقد بلغت المستوى العالمي في مجال الإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. لهذا الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، ويسعد صباحك. صباح الخير عن جديد لكل مشاهدينا اللي انضمونا بصباحنا غير ونور. وصلنا لمحطتنا الاجتماعية. أكيد سلمى، رح نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن كل واحد منا له حياته الخاصة، استقلاليته الخاصة ضمن أسرته، لكن لما نتحول لموضوع اختيار الشريك وتأسيس الأسرة، هون الموضوع بقى بيختلف، في معايير وأسس تختلف عن أنه أنت شخصية مستقلة أو هو شخصية مستقلة. هون في مشاركة بالحياة على مدار فينا نقول 24 ساعة، قديش فينا نحافظ على هي الخصوصية. وبالآونة الأخيرة عم نسمع مثلا بنسب طلاق كتير هائلة، سابقا ما كنا نسمع فيها، قديش في انسجام بين الشريكين ولا لا؟ يمكن الحياة اختلفت وطريقة نظرة حتى الناس للعلاقات الاجتماعية ولا علاقة الأسرة بالذات اختلفت. في قصص كتير بنقول عن مجتمعنا ما كانت موجودة هلأ عم نشوفها موجودة. زمان كانت تقلك البنت بتطلع من بيت أهلها على بيت جوزها، من بيت جوزها على القبر، هيك المفروض. ما المفروض يكون حتى عندها حرية التفكير أو الاختيار أنه أنا ممكن أسس علاقة، هالعلاقة ما تكون ناجحة، فطبيعي أنه أنا وقفة لحتى ما ساهم بأسرة ممكن تكون أسرة بالعكس في منا أبناء غير جيدين في المجتمع إذا كان أساسهم غير سوي. فبالتالي العلاقة الزوجية هي أساس العلاقات الأولى طبعا بالمجتمع. كيف ممكن تكون هاي العلاقة ناجحة؟ كيف ممكن نحول الاختلاف اللي موجود بين كل شخص والتاني ضمن هاي العلاقة لا تكون توافق، نكمل بعض ولا واحد فينا يمحي التاني، بالعكس نحاول يكون في بيناتنا دائما علاقة سليمة. كل هاي التفاصيل وغيرها، وبالأخص مفهوم يجب أن يكون معمم في مجتمعنا اللي هي الاستشارة قبل الزواج، هو للأسف ما أنا موجود حتى الآن بمجتمعنا. رح نتعرف على كل هالتفاصيل مع ضيفتنا رهف تسابحجي، استشارية أسرية. أهلا وسهلا ويسعد صباحك. صباح الخير يا حلا. يسعد صباحك. اليوم موضوع كتير مهم حساس، يعني هيك دقينا على الوتر مثل ما بنقول. خلينا نحكي بالآونة الأخيرة عن نسبة بنسب طلاق هائلة وكبيرة، بسمعي مثلا أنه تزوجوا بعد شهرين تطلقوا، بعد سنة ما كنا نسمع أنه لسه ما لحقوا يشوفوا بعض أو ينسجموا أو لكل واحد يفهم طبيعة الآخر. ومثل ما حكينا ببداية حديثنا، نحن بمجتمعاتنا العربية ما عندنا هي الثقافة، استشارة زوجية أو استشارة ما قبل الزواج، أو ممكن حدا يكون بيناتنا نشرح له كل مشاكلنا أو تفاصيلنا، لا، لأنه بتعرفي البيوت أسرع. فشو السبب الرئيسي لزيادة نسبة الطلاق اليوم؟ تركي شو بدك فيه؟ النسوة ما بتنعطى وش؟ لا تعطيها. كثير أوقات بنسمع هاي الكلمات، الزوجين أوقات بصير عندهم مشاكل، فهن عندهم إحدى الخيارات، إما بيكبتوها جواتهم وبيجمعوا بيجمعوا بيجمعوا بيجمعوا، بعدين بقى بينفجروا وبينشروا غسيلهم الوسخ للأسف. يعني بيقولوا إنه بالبداية لا، ما بصير نحكي، ما بصير نحكي مع حدا، هدول أسرار، لكن آخر شيء ما تلاقيهم غير انفجروا وطلع كل شيء معبى جواتهم. والخيار الثاني اللي هو إما بيسأل رفقاته أو هي بتسأل رفقاتها أو الأقارب أو الأهل، وكل واحد بيعطيهم بقى هون المساحة الأكبر. صحيح. تمام، كل واحد بيعطيه من خبراته بقى، كل واحد على أحكي لك. فهون بقى بتبلش المشاكل، لأنه كل مشكلة وإلى حل المختلف.
صح ما بصير نحن نعمم وهالشغلات كمان والتجارب الخاصه تختلف، ما حدا يقول هي تجربتي، ما حدا يعطي تجربته للاخر أبداً. مختلفه 100%، خلي كل حدا يعيش حالته تمام، كل حاله وإلها تجربتها وإلها حلها وإلها مشكلتها، وهذا الشيء اللي عم نشوفه على الجروبات تبع النسوان على الفيس، يعني شيء مو طبيعي، يعني وحده بتحط مشكلتها وبتلاقي تقريبا شيء 3000 تعليق وشيء ما له علاقه وشيء بيقول لها، يعني بتشوف يعني لما بقراهم بيجعني راسي، يعني معقول هالعالم انه هيك وصلاني لهالمرحله؟ طب يعني معقول وحده تسال يعني انه طب تسال يعني بدها شيء 30000 كومنت او تعليق، يعني انت وين رايحه وين عم تساله؟ لا والناس تتفاعل بهدول القصص بطريقه غريبه عجيبه كمان، صحيح الكارثه الثانيه بتتفاعل وبتنفعل، احيانا بتصير هي حاله تنمر ممكن تبهدلها صح وبتأجج المواقف اكثر، يعني ما حدا بتكون اوقات عم تحكي مشكلتها بتكون مشكله صغيره نتيجه هالتعليقات لاي تأججت او نتيجه اوقات الاراء المختلفه يلي بتسمعها من الرفقات الاهل، اوقات الاهل بيملوا لا حدا يحكي لنا روحوا حلوا مشاكلكم لحالكم، او اختي خلص سجية يعني معلش يعني حياتنا تمرق يعني شو بدنا نسوي كلياتنا على هالطريق يعني ما تفكري يعني في حدا مرتاح، هدول الكلمات ما بيحلوا مشاكل طبعا، كثير مهم انه لما الوحده وهي كمان حنحكي من قبل الزواج واثناء الفتره الاولى من الزواج، هون اكثر شيء اول سنه بتصير مشاكل كثيره، ليش؟ لانه بالاساس ما بيكونوا مؤهلين، طب شان تاهيل زواج؟ تأهيل زواج انه كل واحد يتعرف على نمط الاخر بطريقه صحيحه، مو بالطريقه اللي بيكون هو بحاله حب وغرام ويا دوب عم يشوف الشيء اللي هو بده يشوفه، يعني حتى الاخر لو لما اوقات بيرجيه جانب سلبي لكن بهي الفتره ما بيشوف شيء. طيب اوقات كثير كمان من بعض المشاكل انه كل واحد بيفتح بقى كل اوراقه دغري، هي قصه كمان فتح الاوراق هي خطيره جدا، يعني اوقات الواحد بيقول يلا بدي ارتاح وفضفض وكذا، بس لكن لما الانسان يفتح اوراقه هون يعني ما بتكون صحيحه، طبعا كل شيء له وقته وكل شيء له بنسب معينه، حتى اوقات مثلا المره لما بتصير تحكي للرجل بالبدايه بيسمع بعدين بدي خلقه فهي كمان مشكله، واوقات كمان الرجل بيجي مضغوط بتجي لما هي تحكي له مشاكلها او شو اللي صاير او صاير شيء بيناتهم تتأجج المواقف بصير خناقات أكثر. طيب معناتها من البداية لما بصير تأهيل للزواج لما البنت هي ومخطوبة تتعرف على الشخصيات تعرف على شو في أنماط شخصية كيف كل شخصية وخاصة الشخصيات الذكورية تختلف عن الإناث، الأنثى طريقة تفكيرها طريقة شخصيتها مختلفة تماما، فنحن ما بنحسن نقول نعمم يعني نحط اوكي في نمط شخصية معين فهي بتشتغل هون، لا كل واحد والأنثى عاطفية بنعرف قديش الرجل يختلف، يعني الأنثى عاطفية 80% الرجل 20%، فالموازنة صعبة جدا ولا يعني ما فيك تقولي مثل بعض صحيح. مستحيل صحيح. فهون بقى لما ببلشوا بتهيئوا انه لما الوحدة تعرف شو في أنماط رجال كيف كل شغلة بتصير كيف تتعامل معها كيف مثلا ما تتعامل مع المشاكل شو الاشياء يلي لازم قديش تعطي مساحه لحياتها الشخصيه وقديش تعطي مساحه لحياتها الزوجيه كمان هون لازم يكون في توازن، لانه اوقات كثير البنت لما بتتزوج فبتعطي كل المساحه للعلاقه الزوجيه فبتنصدم لانه بتلاقي الشخص الاخر الطرف الاخر هو ما عم يعطي كل هالقد، فهي بتفكر انه لا معناتها هو ما عاد حبني ما عاد بده ياني ما كذا، كل هدول بلش بقى بتصير المشاكل بالسنه الاولى. النقطه المهمه انه بالفتره الاولى وبالسنه الاولى اذا ما انحلوا هدول المشاكل يعني صار في تراكمات لدرجه انه عم نشوف انه الاشخاص لما عم تكبر او عم يكبر اولادهم عم ينفصلوا، يعني بيكون صار لهم 40 سنه متزوجين او 30 سنه او حتى اكثر تلاقيهم انفصلوا، معقول يعني بعد هالعمر تقول لك انا عم بستنى الوقت المناسب انه اولادي يكبروا وخلص انا ما عاد فيني، وهو كمان بنفس الوقت اوقات انا عم بتحمل اتحمل بس انا ما عاد فيني، هلا الرجل اوقات كثير بيهرب اما الانثى لا صعب. ما بتحسن، لذلك كثير مهم لما ببلش يكون في علاقه صحيحه لما يكون في استشارات، هون دور الاستشاري الاسري، الاستشارات الاسريه لما بيجينا حاله احنا اول شيء بنحللها بنشوف كل شخص حسب شخصيته حسب شخصية الآخر شو الشغلات يلي هو بيحبها ما بيحبها الشغلات يلي بيكرهها كيف منعالج كل موضوع، أوقات مندخل لجذور
العلاقة الزوجية. ما بصير نحكي يعني بشكل سطحي، لأنه أوقات في شغلات يعني لما نبلش نعطيهم يعني بيكون خلص مقررين إنه هني ينفصلوا، بلش بعدين نعطيهم بعض الأفكار بتلاقي بلشوا والله حياتنا بلشت تتحسن يعني، وكان في كتير اختلافات، كان في كتير مشاكل، شوي شوي بلشت تختلف. طيب هلأ أوقات كتير في عالم بتقلك أنا ما يعني مين يعني خاف أحكي، بركي ما كان هذا الشخص ثقة، بركي فكتير هدول الأمور. هلأ لذلك هلأ عم يكون بدل ما أنت تكتبي بوست على الجروب ويصير بقى مليون زلمة يدرى فيها، لا فيك هلأ في استشارات أونلاين. هلا انا كثير بتجيني استشارات اونلاين عن طريق التطبيق تبعي، عن طريق صفحه الفيس، فاوقات طبعا في شغلات بدها شرح اكثر، بدها استشاره أكيد. خاصه اكيد، وخصوصا بهالمواضيع دائما الخصوصيه جدا تمام. مهمه تمام. يمكن صعوبه عمل الاستشاري الاسري مثل صعوبه الطبيب النفسي، لانه أكيد. الناس لسه بتخاف من هذا المفهوم، ما كثير متقبله صحيح. انه هي تروح وتحكي عن نفسها. يعني نحن سهل نقول راسي عم يوجعني، ايدي عم توجعني قدام الدكتور، هاي شيء بسيطه جدا، اما انه انا احكي شو صاير معي من جوا الناس بتخاف منها للاسف، وبالتالي عم نشوف هاي المشاكل والظواهر الاجتماعيه عم بتزيد. اليوم ايمت مهم الذهاب للاستشاري الاسري بقدر ما يعني بقول انا فات الاوان ولا لا؟ يعني اذا ما قدرت تروح قبل الزواج بعد الزواج بيقدي؟ في ناس مثلا بتقول لك خلص اللي صار صار، يعني هلا ما عاد يلا حسن الختام، ما عاد بقيان شيء، ما أنا محرزة يعني. تمام. بأي وقت، بأي وقت بحس إنه لازم إنه هو يروح، وطبعًا كل ما كان بفترات يعني على بكير مبكرة أكثر، فهون بقى بصير الحل المشكلة أسرع، ما بيعود تاخذ وقت. أما علاج العلاقات الزوجية فأوقات كتير بتلاحظي إنه الأشخاص لما بصير عندها حالة عقم بتروح على مليون دكتور بتحاول تعالج هذا الموضوع. طيب العلاقة الزوجية هي مهمة جدًا، إذا نحن ما عالجناها من البداية بطرق صحيحة فبصير بتتأزم أكثر. لذلك أول ما بحس إنه في صار في عنا أي مشكلة ولو كانت بسيطة نبلش، لا نبلش بقصص صحيحة حتى لو كبروا، حتى لو صار عندهم أولاد وأحفاد. فأوقات حلو كتير إنه الواحد يستشير. هلا أوقات بيقول خلاص وما في مجال وجربت كل الطرق، لكن لما بيجوا على الاستشارة بيطلع في طرق كتير يعني أنتوا ليش؟ هلا الاكثر النساء بتحب هذا الموضوع اكثر من الرجال، الرجل بضل متحفظ على هالموضوع. هلا من فتره حطيت بوست انه اذا انت دريتي انه زوجك عم يروح عند استشاري اسري، او انت دريت اذا زوجتك عم تروح عند استشاري اسري، شو بيكون الموقع؟ كثير من النساء انبسطوا من هذا الموضوع. هلا الرجال لسه بتضل متحفظ صحيح. بس احسن ما تروح تحكي لرفيقتها وتحكي لفلان وتحكي لعلان، لا خليها تحكي ل يكون حدا مختص حيادي كمان، حيادي معنو طرف بالموضوع تمام. والنقطة الثانية كمان لما بيجينا مثلا أزواج مع بعضهم، فدائما أنا بفضل أنه أشوف كل واحد لحال بالبداية تمام، مشان ما يصير في مشاحنات وخناق يعني هون المشكلة بتلاقي تكبر أكثر. بعرف تكبر بس أكثر. خلينا أستاذ رهف نركز على نقطة كتير مهمة من خلال الاستشارات من حضرتك. نحن مجتمع عربي شرقي عاطفي، لهيك مشاكلنا بتلاقيها هي تقريبا متشابهه، افكارنا متشابهه. شو اكثر المشاكل اللي بتجيكم استشاري يعني ضمن استشاره الزواج؟ يعني بعتقد هي بتكون مشتركه عند الكل لانه نحن مجتمع واحد بالاخير. هلا اكثر شغلات اللي عم تصير هي بالفتره الاولى عدم الاهتمام من الطرف الاخر، يعني دائما الانثى بتحس انه هي بتتوقع شيء من الزواج، ولما بتبلش تلاقي انه ما في هالاهتمام الكبير يلي يعني بتلاقي الرجل بيعطيها يعني انعطى 30% بيكون كثير ممتاز، فهي مفكره لا لازم 100% يكون الي، فهون بتبلش هاي المشكله. وبعد فتره قصص بقى الخيانات، تلاقي انه الرجل خلص ضاق خلقه مل، ما عاد في حياه روتينيه. اوقات كثير في منهم في قسم كبير بحب التجديد، فاذا المراه ما عم تعرف كيف تجدد له بطريقه صح، هي اهم نقطه، انه بطريقه صحيحه وبالشيء اللي هو بباله، فهون بقى بتصير هي المشاكل. انا بعتقد بسبب الغلاء المعيشي نسبه الخيانات قلت، ما عاد في على الدوبل على الدوبل عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتلعب دور سلبي يعني صح. حتى السيده لما تقول انه الزوج رح يهتم فيها 100% للاسف لانه متاثره بالانستا للناس صح. الكوبلات صح. عم تشوف العالم تشوف الصور وهي بتظهر لك 1% من حياتهم. بدي احكي عن مفهوم يعني بما انه حكيتي عن السوشيال ميديا، صرنا عم نشوف انه خيانات السوشيال ميديا صح.
يعني هلا اكثر من مره سمعتها حتى ببرامج اخرى صحيح. ببلدان اخرى يمكن حتى يمكن طريقه استخدام السوشيال ميديا عندهم بتختلف عنا، ولكن ايضا مجتمعات عربيه انه ممكن هو يكون قاعد جنبها ال 24 ساعه وهي شايفته بس هو على الانترنت مع حدا تاني. صحيح. وحتى انه بلشوا مثلا بالالعاب، الالعاب الجيم اللي كانت تطلع انه اذا هو بيدخل الشريك بنت معه معناته هل هي خيانه، يعني وصلت المرحله لحتى يدققوا بهي التفاصيل. صحيح. قد ايه في شغلات دخلت على مجتمعنا مانا اصيله غيرت شكل العلاقه وصار في هذا الازدواج بالمعايير، يعني انا بقبل هذا الشيء اعمله انا خارج قدام الناس بس ببيتي انا ما بقبل فيه، وهو شيء يعني صار موجود. صحيح. هلا التكنولوجي في لها جانبين، جانب سلبي وجانب ايجابي. الاشخاص لما بتستخدم الجانب السلبي فهون مشكله، اما لما بنستخدمها بطريقه ايجابيه يعني هلا مثلا من طريق الاستشارات بتكون اونلاين فهذا الشيء بيريع، هالشيء اوقات بالفتره الاولى ممكن الواحد ما يفصح عن اسمه ما يفصح عن مين هو، فهذا الشيء ممكن يريحه لانه اوقات كثير بخافوا لما يجوا يعني انه تتقبلني او ما تتقبلني او كذا، فهون بقى من وراء الشاشه او من وراء الموبايل ممكن يكون عن طريق كتابه نصيه، استشاره نصيه او استشاره لايف، ممكن صوت ممكن صوت وصوره حسب يعني. فهون بقى الاشخاص لاقيهم لا بلشت بقى تتقبل هذا الموضوع شوي شوي بلش بترتاح فتبلش بتحكي. لما تبلش بتحكي اول شيء في ناس يعني اجتني عده استشارات، في وحده من كثر ما لها ضاغطه 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 ومعبيه وصل لها تقريبا 20 سنه ما عم تحكي، كل فتره بتروح على المشفى بحاله انهيار كامل، بتضل لها شيء اسبوع بالمشفى اسبوعين وثلاثه وهي بنوب رايحه فيها على الادويه، فقديش هذا الشيء يعني عم يسبب حالات. طب نصيحه اخيره لانه وقتنا خلص لكل الكوبلات الجداد فعليا ممكن تاثر ببدايه زواجهم. هلا كل واحد قبل ما يتزوج في يتعرف من خلال، ممكن احنا كمان عم نسوي دورات هلا جديد حنعمل حنفتتح انه كيفيه تاهيل الزواج بطريقه صحيحه، وكمان ممكن من خلال الاستشارات انه كل حدا نحكي له عن الطرف الاخر كيف يتعامل معه شو لازم يعمل شو لازم يساوي كيف لما تصير في مشاكل، وبالفتره الاولى كمان ما يصير اي مشكله او حتى باي فتره من حياتهم الزوجيه دغري يلاقوا انه نحن لازم نستشير، لازم نحل مشاكلنا، وطبعا اكيد هي مو كبسه زر كله بده ياخذ وقت، لكن ممكن لما نبلش صح بتكون الجلسات بتكون طبعا اقل بكثير، اما لما نكون خابصين الدنيا فاكيد بدها علاج وبدها فتره علاجيه. اكيد. بالختام بدنا نشكرك استاذه رهف على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى نكون يا رب قدرنا نساعد الناس. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك. اما هلا سلمى خلينا نروح معك ومع المشاهدين لبعض المناطق الساحره ببلدنا الحبيب سوريا. قريه بعيد هي قريه تتوسط قلعه الحصن وبرج صافيطه، خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي. قرية صغيرة من قرى الريف السوري الجميل تتبع لمحافظة طرطوس وتصنف من القرى الهادئة صيفاً وشتاءً، تمتد على هضبة من الأراضي الخضراء والحقول المشجرة غالبيتها زيتون، أما أيقونة القرية فهي شجرة الخرنوب والتي يقدر عمرها بين 400 إلى 500 عام، كما تتميز بمناخها المعتدل وطبيعتها الجميلة والخلابة. بعيت هي كلمة آرامية تعني بيت الله، وتعود إلى 1000 عام خلت حيث كانت تتوسط الطريق بين قلعة الحصن وبرج صافيتا، وذلك في الحقبة الصليبية ويقطنها السكان منذ 4 قرون. اعتمد سكانها على الزراعة بشكل أساسي، حيث تعد من القرى الأولى التي تشتهر بزراعة أشجار الزيتون والحمضيات والخضروات والرمان والقمح. النمط العمراني في القرية هو خليط من الأبنية القديمة التي يعود بناؤها إلى بداية القرن العشرين، والمنازل الحديثة التي يغلب عليها الحجر الأبيض والسطوح القرميدية. من أبرز معالمها طواحين المياه، وبعض الكهوف التي يعتقد أنها كانت مدافن تعود إلى العصور القديمة، وكنيسة مار يوسف الأثرية التي يعود بناؤها إلى نهاية القرن 19. كما تعتبر بعيد من أوائل القرى في مجال العلم والمعرفة.
أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية، ودائما عنا هيك محطات خاصة بالمواهب بالإبداع بالشغل صحيح. اليدوي وخصوصا بالمشاريع الصغيرة إن كان لسيدات ولا الصبايا. طبعا اليوم رح نتعرف على مشروع خاص بهم كل سيدة، وهو قطعة دائما بتلازمها اللي هي شنطة الإيد أو حقيبة اليد. طبعا هي مكملة، ممكن البعض بيعتبرها اكسسوار، البعض بيعتبرها جزء مهم من أناقته ومن حياته اليومية. أكيد سلمى، رغم يمكن الوظائف العديدة لحقيبة اليد، لكن دائما نحن بنحرص أنه هي تكون مكملة لأطلالتنا اليومية. دائما بنبحث على قطع جميلة هيك تكون مناسبة لتيابنا بشكل صحيح. يومي وبنفس الوقت عملية. بس اليوم عم نشوف توجه كتير كبير لحقائب اليد بأشكال مختلفة، ألوان مختلفة، أشغال يدوية مختلفة. كتير من الصبايا عم يقوموا بمشاريع فعليا جدا جميلة. رح نحكي عن هيدا المشروع مع الصبية لونا قزماني. عندك مشروع جميل حقائب اليد، يمكن أهم شيء اليوم صحيح. للصبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك لونا. هلأ هو يعني المشروع بلش أنه مثل ما قلتوا أنه هو شيء دائما متواجد مع أي امرأة، شيء دائما بتحرص عن جد أنه هي تكون قطعة مميزة تكمل اللوك تبعها. أوقات الواحد بيكون لابس شيء كلاسيك منه إنه يعني هيك كتير عادي، كتير بلين تقليدي، كتير بيسك، بتحب تحمل مثلا قطعة تكون شوي إنه لا ترندي أكتر أو غريبة أو محروفة، ومن هون بلشنا. طيب هلا انا شايفه انه في طابع معين للمشروع تبعك، واللي هو اذا فينا نقول الكريستال او الخراز او يعني شكل معين خاص ما بيشبه كثير شيء موجود بالسوق. طبعا هي وحده من الحقائب، هي لولو. تمام، خلينا نحكي اكثر، ليش اخترتي هذا الشكل من التصاميم؟ تمام، هلا نحن بلشنا اول شيء بالحجار الاكريليك واللولو اللي مع حضرتك مثلا. الحجار الاكريليك هن اللي مثلا عم بيكونوا ملونين اكثر، فيهم كذا نوع، في شفاف، في المكسر، مشكلين. وبعدين بلشنا بالكريستال، بلشنا بالخشب، بلشنا شوي شوي بالمخمل كمان هلا على الشتويه نزلنا، بحيث انه نحن جد نكون راضين كم كبير من الأذواق، تكون كل قطعة إلى حكايتها الخاصة وقصتها الخاصة، وبتعطي شيء للقطعة، يعني بتضيف قطعة، يعني بتضيف جمالية على القطعة. يعني أنت عم تشوفي حقيبة يد أم عم تشوفي قطع حلوة، يعني فعليا ملفتة، يعني ما في قطعة من بين هدول القطع عم نشوفها ملفتة، حتى حجمها شكل التصميم. قد صار لك بهيدا المشروع؟ قد عمرك أول شيء؟ هلا أنا عمري 22 سنة، عم بدرس عمارة، هلا عم تخرج إن شاء الله، وصل لي تقريبا شهر 7/2022. ما صار لي كثير. كيف كانت الاصداء؟ ما صار لي زمان، ما صار لي. كان في اصداء قديش؟ الحمد لله كان كله عم بيكون كثير منيح. نزلنا بازارات كان كله عم بيحب، عم تنال اعجاب بالجميع، كبير صغير. حتى وقت كنا مثلا بالصيف كنا عم ننزل الالوان، كان هيك الطاوله تحسيها انه جد عم تحكي، انه في شيء كثير قطع غريبه حلوه، الوانها جميله جدا. وهلا انتقلنا مثلا على الشتويه، شوي فوتنا الاسود، رجعنا فوتنا مثل ما قلنا قبل المخامل. هي جدا لفتت لي نظري، لانه يمكن السنه، خلينا نقول من السنه الماضيه وهي السنه، صحيح. العين بشكل عام هي محور طبعا الاكسسوار وهذا الموضوع، وانت عملتيها بشكل مختلف عن التقليدي، صحيح. عامله عين خضراء مو عين، صحيح. مو عين زرقاء، لانه انا دائما زرقاء، انه لا نحن فينا عندنا بس اكيد على البيج الزرقاء حلوه، مال العالم اللي بتحب العين الزرقاء. حبينا نعمل شيء مثلا انه اخضر، ليش لا دائما تكون زرقاء؟ حبينا هيك تكون دائما مثل ما بيقولوا شيء ترندي وجديد، دائما بنحاول تكون القطعه كثير مميزه. طيب خلينا نحكي قديش بتاخذ شغل، يعني هذا الشغل يدوي عم نشوف فيه تفاصيل جميله والالوان والطريقه اساسا المشكوكه فيها، في تقل بالقطعه، هذا كثير حلو لما تشوفي انه في تقل وجمال، بتعطي فعليا شو ما لبستي رح تعطي اطلاله مختلفه. هو هذا كان الهدف، انه نحن دائما تكون هي قطعه تزيد جمال الشيء اللي انت لابستي. فنحن تقريبا القطعه بتاخذ معنا بحدود الاسبوع ماكسيموم، حسب كمان ممكن مثلا في قطع ياخذوا شوي اكثر، انه يكون في لها اكسسواريز مثل مثلا اللي كنت حضرتك حاملتيها، كان السنسال تبعها اذا بننتبه فيه نحجار كمان، صحيح. فكمان هذا الشيء بياخذ معنا وقت اكثر. حجم الشنطه كمان بتعطيني دور، اذا كانت مثلا صغيره انا ممكن تاخذ معي بحدود الاربع لخمس ايام. واوقات كمان بيفرض علينا موضوع التسويق شيء كثير اساسي، يعني بيفرض علي وقت اكثر مثلا. تاخذوا احجامك اكبر من هيك ولا هذا القياسات صغير وسط؟ هذا كان بدي اسال عليه، لانه الحجم كثير مهم. فينا نعمل قياسات اكبر، صحيح.
فينا نعمل القياسات الاكبر، بس هلا متجهين لموضوع انه سهرات هلا على الشتويه بتلاقي انه اغلب الطلعات المسويات على السهره، فبتحسي انه بدك احجام صغيره. ان شاء الله على الصيف ناويين نعمل شيء هيك كبير للبحر او لهيك قصص يعني. يمكن ايه، وخصوصا يعني حتى هي الماتيريال نفسها هلا مثلا انا شايفه هي اتقل من غيرها، هي لانه كريستال. هلا الكريستال دائما بما انه هو ثقيل فاصلا بيعطي وزن. حجر الاكريليك الوزن بيكون اخف مرتين تقريبا. بس حتى لما لمعت الحجر كل يعني هلا اذا اخذنا مثلا ماتيريالات. هي اكريليك مزبوط، هي لولو الاكريليك صح، يعني الحجر نفسه بيلمع لمعه مختلفه. صحيح اجباري، حتى الاكريليك في منهم مع لمعه، في منهم بيجي مات، في منهم تجي لمعتهم من جوا يعني من قلب الحجره. هيدا الكريستال هو كله عم يطلع ضاوي، خصوصي مثلا تكوني رايحة على سهرة بيكون في إضاءة فتضوي القطعة. نشوف حتى هدول الموضة اليوم جريئة، يعني مش فقط بالسهرات، اليوم عم نشوف حقيبة اليد خلال اليوم عم تكون فيها ألوان وعم تكون فيها استراس. صحيح. أو اكسسوار أو كريستال، يعني ممكن كمان تشوفي الصبية ضمن إطلالتها هذا بتلاقيها أخذة لابسة حقيبة يد خلال النهار، مو حصرا فقط بالسهرات. صحيح. هلا الحقائب تبعات الصبح عم بيكونوا أكثر ألوان مثل ما قلتي، إنه هن عم بيحبوا الشيء إنه لا جريء أكثر. صحيح. ما بدي شيء السادة طبعا اكيد بيكون موجود عندنا، يعني نحن اغلب الوقت مثلا العين كثير اخذوها للصبح، عملت منها كثير الوان، عملت حتى البودي يكون لون والعين مثلا لون ثاني كليا، يعني عم بيحبوا هذا الاختلاف بالالوان. طيب خلينا نحكي شوي، اليوم هاي الماتيريال مكلفه غاليه؟ يعني اليوم مثلا في ناس بتقول ما بتقدر تميز مثل ما انت بتميزي مثلا انه هي شو فرق الاكريليك عن الكريستال عن غيره من الماتيريال، انه بتشوف شيء واحد غير لما بيلمسه الشخص، لما بيمسكه طبعا بيبين، يعني حتى يمكن التصوير احيانا يخفف منه ما يعطيها نفس القيمه خصوصا بهذا الوقت. فتكلفه عم تعرفي مثلا مشان يكون في تنافس، لانه دائما الشغل اليدوي مشكلته وتكلفته عاليه. صحيح، هي المشكله انه تكلفته مو بس بمواد، يعني هلا الكريستال ثقيل فبيكون اجباري سعره اغلى من مثلا الاكريليك او مثلا من المخامل، بس بنفس الوقت انت كمان عم تاخذي تعب وجهد، عم ياخذ من صحتك منك الك. بس يعني انتم بتشتغلوا ضمن بازارات؟ ضمن بازارات، يعني ما في محل موجودين مثلا هلا بمول حاطين ستاند بمول مالكي وعلى البيج على الاونلاين اكيد انا مشتغله عليه. بتكون نسبه الربح بتقل؟ يعني مثلا نحن بنشوف ارقام كبيره حسب الوضع المعيشي، يعني نحن عم نحكي عن هي النقطه لانه الناس بتهمها هي النقطه. أكيد. انه قديش فيني انا اشتري هي القطعه ولا لا، نحن بنشوف الارقام عم تكون كبيره والربح بيكون هون بتراعوا نقطه الربح، لانه ما في من المنتج للمستهلك فورا، ما في وسيط. هلا اغلب الوقت مثلا وقت عم نكون بالبازار عم نحاول نعمل عروض، نعمل مسابقات مشان نحن كمان مثل ما قلتي انه نحن نخفف المبلغ كرمال العالم تقدر عن جد. صحيح. الشيء اللي هي تحبه تقدر تاخذه، فهي دائما عم بيكون في عنا خصومات، عم بيكون في عنا مسابقات، عم نحاول انه نحن نلبي يعني حرفيا الجميع، يعني نحاول انه ما حدا يطلع من عنا زعلان. اكيد. بلشتي بفكره مثلا اللي هي التواصي الشخصيه، يعني هلا مثلا كثير شفنا ناس لهم ماركات اكسسوارات بلشوا يعملوا ديزاينات خاصه بناء على الطلب، مثلا انت عامله عين ممكن شخص يقول لك انا بدي حرف، ممكن حدا يقول لك بدي اسم صغير، يعني التفاصيل هي عملتي هيك شيء؟ دخلتي بهذا المجال؟ اكيد دائما بما انه انا اونلاين فدائما بيجيني مثلا زباين انه انا مثلا بدي اغير لون، انا لا بجوز بدي اغير ديزاين كلي كامل. اكيد نحن بندرس الموضوع، بعمل له رسمه، اوقات ممكن انا بلش اشتغل فيها فيه. يعني اول شيء بلشها بسكتش، بعدين برجع انا وعم بشتغل فيها كل الوقت، انا عم صور لها ابعث لها شوف اذا هالزبونه قدرانه رضيانه عن هذا الشيء اللي هي حتاخذه بالاخير او لا. والحمد لله عم تطلع القطعه مثل ما بدها، والحمد لله اكثر يعني دائما كله عم يرجع لي فيدباك انه جد مثل ما اللي متخيلته واحلى. هلا القطعه عم تحكي عن حالها اساسا. نفسي. عن الالوان والجماليه وطريقه اليدوي مختلفه، بتحسيها عم تنشغل من قلب فبتنعكس. صحيح. كل الشغل على القطعه. خلينا نقول مشروعك ما صار له زمان، شو بتطمحي مشروعك يعني تكملي؟ لانه نحن عم نشوف حقائب، هلا قلتي بالصيف رح يكون في اختلاف بالحقائب، ممكن نشوف ضمن اكسسوار الموبايلات، حابه يستمر مشروعك لاكثر من قصه او تفصيل؟ هلا المشروع رايح لمكان كثير حلو ان شاء الله، ان شاء الله حابين نتطور على شيء اكثر من انه بس شناتي، ممكن بعدين نفوت بمجال اكسسوار الثياب، يعني منه الاكسسوار العادي، يكون شيء مثلا تضيفيه على قطعتك، نحن دائما بدنا شيء نضيفه لحل الاطلاله تبعيتنا،
فبدنا شيء مثلا شيء على الثياب، او ممكن كمان يعني نطلع شوي برا الشام. يعني بلشت هلا، من هلا بلشت شوي على المحافظات، كله عم يطلع مثلا لبرا، السعوديه، الامارات، عم يطلع طلع على كندا، طلع على امريكا، كله عم ياخذ هدايا، لانه جد عم بيلاقوا انه هو شيء مميز مصنوع بايادي سوريه، فهن عم بيحبوا يطلعوا هذا الشيء لبرا. صحيح. لونا انت عم تدرسي عماره، مثل صحيح. ما قلنا بنعرف اللي بيدرس عماره فهو من يعني دامج كثير من العلوم مع بعض، من الشيء الفني، اللمسه الخاصه، ويمكن هالشيء ايضا واضح باختيارك وشكل تصاميمك. هل بتفكري انه انا رح كمل بهذا المشروع بشيء خاص فقط، هو مجرد يعني فينا نقول هوايه انه انا حابه هذا الشيء شايفه نفسي فيه، ولا لا رح تدمج لونا بين العماره وبين شيء ثاني؟ هو اكيد حيكون في دمج بين العماره والمشروع. يعني انا ما رح اقدر اترك المشروع من بعد ما بلشت فيه، بس كمان ما فيني اترك العماره. يعني انا فتت العماره عن شغف وعن حب، فما فيني والله انا هلا بعد ما خلصت طريق العماره وبدي بلش باول خطوه لتاسيسه انا اترك وامشي لانه انا بلشت بمشروع ثاني. لا، انا حضلني مع مشروعي وشوي شوي بكبره، حطي لمساتك الخاصه، لحط لمساتي لحتى انا يطلع مشروعي له علاقه بشيء معماري. يعني ان شاء الله ان شاء الله اكيد بنتمنى لك التوفيق. لونا، نحن دائما بنسلط الضوء على المواهب السوريه الشابه الصغيره، وبنعتز وبنفتخر فيكم اكيد، وان شاء الله بنستضيفك هيك يكون مشروعك متوسع بنطاق اكبر مثل ما قلتي خارج البلد. شكرا كثير لك. شكرا لك لونا، موفقه، واكيد نتمنى لك هيك انجازات لسه اكثر واكثر. شكرا كثير. شكرا لك. أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية. طبعاً كتير بنسمع عن أخبار وطرائف غريبة حول العالم، ولكن أحياناً بنحاول هيك نجمع لكم الأغرب والأطراف ببعض محطاتنا. خلينا نشوف هاي المحطة عن أغرب الطرائف بالعالم. تقوم العديد من الدول حول العالم بحظر أشياء غريبة وفي بعض الأحيان يمكن وصفها بالجنونية. إليكم أبرز المحظورات الأكثر غرابة حول العالم. البداية من الدنمارك، حيث يحظر على الوالدين اختيار أسماء أبنائهم. وفي ماليزيا يعتبر ارتداء الملابس الصفراء أمر غير قانوني. وفي فرنسا تحظر المدارس الفرنسية تناول الطلاب للكاتشب في المقاصف، ويرجح السبب إلا أنه قد يفسد أصالة المأكولات التقليدية. وفي اليابان يبدو أن البدانة ممنوعة، فكل رجل عمره أكثر من 40 عاماً يجب أن لا يكون لديه خصر يزيد على 85 سنتيمتر، ولا يمكن لأي امرأة أن يزيد مقاس خصرها عن 90 سنتيمتر. وفي سويسرا، غسل دورة المياه الشخصية بعد الساعة 10 مساءً أمر غير قانوني في مبنى سكني، وذلك لأنها تعتبر نوعاً من الضوضاء. أما هلأ سلمى بننتقل لختام فقراتنا الصباحية لليوم. موضوع طبي كثير مهم، الكولون العصبي، ونحن أغلب المحيط فينا أو يمكن الوضع الاقتصادي المعيشي، دائما أنا بقول النفسي كل الضغوطات عم تأثر. صرنا نسمع كثير كل الناس اللي حوالينا أنا أقول أنا معي كولون عصبي، كل ما أتضايق بتلاقي كولوني بيتشنج، وما كنا نشوف هاي النسبة الكبيرة. اليوم في ازدياد بشكل كثير كبير، يمكن لأنه ما في أسلوب صحي عم يستمروا فيه ليخف أعراض هيدا الكولون. صحيح نور، يمكن هي من أكبر المشاكل اللي فاقمت حاليا الناس اللي عندها أساسا كولون عصبي، اللي هو نوعية التغذية بحد ذاتها. نظامنا الغذائي اختلف، العمل لفترات طويلة، عدم الأكل بشكل منظم، والخبرات أيضا بهذا الموضوع اللي ممكن تكون خاطئة للأسف. رح نتعرف على كل المعلومات عن هذا الموضوع. لكل مرضى الكولون جهزوا حالكم، لأنه في عنا كتير أسئلة عن هذا الموضوع رح جاوبنا عليها طبعا اختصاصية التغذية صفاء الشيخ. صباح الخير وأهلا وسهلا بعد زمان. يسعد صباحكم، شو أخباركم؟ تمام الحمد لله، يسعد صباحك. بالبداية مثل ما قلت ببداية حديثي، يعني نشوف انتشار كتير كبير لمرض الكولون العصبي، يمكن استمراره هو طول العمر، بس نحن لو نعمل بعض العادات الصحية السليمة نتجنب هي فينا نقول الحالات الهيجان اللي بتجي فجأة لأمراض الكولون العصبي. خلينا نحكي عن التغذية، قديش مهمة لأمراض أو مريضي الكولون العصبي اليوم، لأنه ما في التزام للأمانة بيكون بالنظام الغذائي السليم.
صحيح، للأسف في دائما بنشوف مرضى الكولون العصبي عندهم خلينا نقول أعراض أو نمط معين من العادات كلياتهم مشتركين فيه اللي هو عم بخلي هاي المشكلة تزداد. بس بالبداية بدي أقول إنه الكولون العصبي بالتحديد بتعلق بثلاث عوامل، خلينا نقول العامل الأول اللي هو العامل النفسي، العامل الثاني واللي هو عامل الهضمي، والعامل الثالث واللي هو عامل التغذية. فأنا لما مثلا بزورني بالعيادة مريض عنده كولون فأنا لازم شيك على هدول الثلاث أمور، مثلا هل هو زار طبيب هضمية شخص له أنه هو فعلا عنده كولون عصبي أو لا، ممكن يكون في حالات تانية بس عم يختلط عليه الأعراض، هل هو عم يوصل لمرحلة من تشنج الكولون ممكن يحس أنه عم بيصير معه نوبات قلبية، هل عم تترافق مع نوبات هلع، هل عم بيحس حاله الشخص أنه أوقات دقات قلبه كتير عم تتسرع أو ممكن يصير في عنا خدر بالكتف مثلا، ممكن أوقات الشخص يفقد قدرته على ممارسة حياته اليومية. إذا وصل الشخص لهي الحالة من الكولون فنحن هون بحاجة صراحة أنه نتابع مع اختصاصي نفسي لحتى الشخص يساعده أنه هو تكون مثل ما حكيتوا على ظل الظروف والضغوطات اللي عم يمروا فيها الأشخاص بكل البلدان حتى، فصار التوتر ريست عنا أعلى، فكل الناس تلاقي عندها توتر عندها ضغوطات. فما فيني أنا عالج أي شخص عنده متلازمة كولون عصبي عن طريق الأكل بدون أنا ما ناقشه بالمواضيع اللي حكينا عنها واللي هي العامل النفسي وطبعا زيارة طبيب الهضمية، لأنه في أوقات أدوية معينة ممكن تساعد أنه نحن نخفف من أعراض الكولون. ولكن برجع بأكد ما نستهين أبدا بموضوع التوتر القلق التعصيب العصبية، هي كلها ياتها بتخلي الشخص يأثر الكولون العصبي على حياته. يعني أنت ممكن تبطلي تروحي على شغلك، ممكن ما تقدري تقومي بمهامك مثلا كأم بالبيت أو حتى بالشغل يكون في عنا صعوبات، فما بدنا نخلي الكولون يتفاقم معنا لنوصل لهي المرحله. صحيح. صراحه يمكن في كثير ناس يمكن عم تسمع الحكي منك لاول مره هلا مثلا بعض الاعراض اللي اعطيتيها واللي حكيتي عنها، الناس متعوده انه الكولون يعني مغص معناته بالمعده، هذا اكثر شيء شائع او انتفاخ بالمعده غازات وما الى ذلك. اليوم قد ايه مهم نعرف حقيقه نحن ليش عم بنعاني او شو بنعاني؟ في ناس مثلا بتضل كل عمرها ما بتعرف انه عندها كولون عصبي، أزمة معينة تظهر عندها هاي الأعراض بشكل جلي، كيف بيتعايش المريض مع الكولون لأنه هو مرض ما بينشفى منه؟ تماما، هو متلازمة. يعني نحن دائما بدنا نحاول أنه نحن نلاقي الطرق يلي بتريحنا. هلأ كتير مهم أول شغلة الشخص ما يستسلم. يعني أنا في ناس بيقولوا لي خلص أنا تعودت أنا على طول منفوخة، لا مو صح هذا الموضوع. نحن في حل وفي علاج، بس مثل ما قلنا بدنا نشوف الثلاث خطوات أول شيء اللي حكينا عنهم. النقطة الثانية بدنا نحاول دائما نلاقي طريقة نلعب فيها رياضة، لو كان مشي لو كان رقص لو كان أي تمارين. الرياضة هي مو بس طبعا لناحية جمالية، الرياضة كتير مهمة لحتى الشخص يفرغ فيها طاقة سلبية، كمان مهمة لحتى عضلات البطن تكون قوية عنا. فأنا بتلاقي ممكن الشخص ما يكون عنده الكولون العصبي اللي هو بيجي معه غازات أو انزعاجات كبيرة، كان بس في عنا نفخة بطن. يعني هو منظر البطن بتقلك مثلا صبية كأني حامل بالرابع. صحيح. أو بالخامس. فنحن لما بنلعب رياضة باستمرار هاي العضلات بتقوى، فما بقى البطن بيتمدد مع اي تعصيب او مع اي اكله ممكن تسبب لنا هي النفخه. فالرياضه مهمه. الشخص العادي بنقول له ممكن يشرب 6 كاسات مي. مريض الكولون لازم يشرب 8 ل 12 كاسه. طبعا ممكن 12 كاسه نوصل لهم بالصيف، 8 كاسات بس بالشتاء بما انه بالشتويه ما كثير بنشرب مي. فمهم جدا انه نحن دائما نشرب سوائل لحتى حركه الجهاز الهضمي تكون عندنا افضل، لانه بتحسي مريض الكولون بيرتاح شوي سوري لما يصير في عنا تبرز براز. وقت بيكون في امساك يعني الاعراض بتكون جدا مزعجه. صحيح. فنحن مهم كثير انه نشرب مي لهذا السبب. خلينا نوقف على التغذيه لانه تلعب دور بكل القصص اللي ذكرتيها، والمشكله دائما بنقول لازم يكون في حميه للمريضين بس ما بيلتزموا فيها، او بنفس الوقت بتلاقيهم انه هي حميه قاسيه بيعتبروا حالهم محرومين من كل شيء، فبتلاقي لا بدي اجرب شوي لا بدي اجرب. خلينا نحكي عن نظام غذائي صحي سليم، وبنفس الوقت ما نحرم الاشخاص من كل شيء. يعني ما فيني اقول للشخص والله بعد عن كل البهارات، ما انت بالاخير بدك تحطي شويه بهارات على الاكل او ما يعني في قصص كمان هي صعبه شويه، ونحن مجتمع شرقي يعني المطبخ الشرقي غني بالاكلات، فايديني لا تاكل يعني مشكله كثير كبيره. صح تماما. هلا اول شغله المعتقد الخاطئ انه نحن بدنا نقضي حياتنا على الاكل المسلوق، اكيد لا، الحل مو بالبطاطا المسلوقه ولا بالرز المسلوق ولا باللبن. بالنهاية مريض الكولون هو ما هو مريض عم بيعاني من إسهال شديد لحتى نقول إنه نحن لازم نعمل هاي الحمية، بالعكس ممكن تزيد سوء لأنه
مثل ما قلنا بتعمل امساك، فالامساك جدا سيء. هلا اهم شيء بالنسبه لتغذيه مريض الكولون يبتعد عن الاشياء اللي هو تزعجه، يعني مثلا في حال كانوا اخين بالبيت عندهم كولون، ممكن واحد منهم يتضايق من الفول، الثاني ياكل فول ما تفرق معه ما يتاثر، ممكن يتاثر بالحليب. فكل شخص لازم يكون في معه دفتر صغير نوت او على الموبايل نسجل فيها نحن شو بناكل اكلات يعني تزعجنا. تماما ندخل بخطه علاج مثلا مع مريض كولون بقول له انا بدنا نكتب كل يوم نحن شو عم ناكل، وبتكتب لي بنهايه هاي الورقه بنهايه اليوم هل انا حسيت بالنفخه او لا. وبنجي بعدين مثلا بنهايه الاسبوع بنعمل تشيك شو هي الاشياء المشتركه بهذا الاسبوع عملت لك نفخه. فممكن مثلا كثير ناس للاسف بيلاقوا حالهم انتفخوا من خبز النخاله. صحيح، نحن بمجال تنزيل الوزن بننصح دائما بخبز الحبوب الكامله النخاله او الشوفان او الشعير مثلا. فخبز النخاله جدا سيء لمرضى الكولون لانه النخاله هي الياف غير ذوابه بالمعده وبالامعاء. صحيح. تمام، بالمعده وبالامعاء جسمنا ما بيهضمها، فهي بتنزل القسم الكولون او الامعاء الغليظه لحتى تنهضم، فالبكتيريا يلي بتهضمها نتيجه هضمها بتنتج الغازات. هي هيك بتصير الغازات. فممكن يكون النخاله عم تزعج الشخص، فنحن كثير مهم نحن نعرف شو الاشياء يلي بتزعجنا. بس في عامل مشترك بيقولوا لك مثل البقوليات. تماما، البهارات، المقالي، في عوامل يعني والمعجنات، الخبز الابيض، العجين، وخاصه لما بيكون كثير سميك. مثلا بيقول لك حدا انه انا ممكن مثلا الخبز المرقوق ما يزعجني بس الخبز الابيض كثير بيزعجني لانه هو رقيق. فدائما نحن اي شيء عم يمتص هي السوائل بالجسم بيزعج الكولون، مثل ما تفضلتي البقوليات، وممكن اذا حدا كثير بحبها او مثلا نباتي، او ممكن ما بفضل كثير ياكل لحومات وحابب ياكل بقوليات، فمنخفف شوي من ضررها بانه نحن ننقع ليله كامله بمي، ولما بدنا نسلقها نحط مي جديده باضافه طبعا بكربونات الصوديوم اللي هي الكاربولا اسمها الشعبي، بتخفف شوي من انتاج الغازات بالجسم. وممكن كمان نحن نتعود عاده مريض الكولون دائما اكل خلص الوجبه تبعه فورا ياكل معلقه كمون، مو يشرب الشرب ياكلها اكل. هي كثير بننصح فيها. بتعرفي مين اكثر حدا بيعاني بالكولون؟ المرضعات. وانا الصراحه مرقت بهي التجربه، يعني انا شخصيا سنه كامله بالرضاعه انا مبتعده تماما عن كل شيء برغل، عدس، حليب، كل الانواع اللي ممكن تسبب نفخه كنت مبتعده عنها لانه بتنتقل النفخه للبيبي. صحيح. فكتير مهم هلا اي ام عم تحضرنا مرضعه تاخذ معلقه كمون بعد كل وجبه، بتخفف كثير من موضوع الغازات. الاكل المقلي جدا سيء لانه دسم، والدسم طبعا هضمه صعب، ولكن برجع بقول لك بتختلف من شخص لثاني. طيب يعني مثل ما قلنا نحن الغذاء بيت الداء والدواء دائما لجسم الانسان. اليوم في اكلات هي الافضل تعتبر لمرضى الكولون، فينا بس نذكرها. نحن دائما بنقول الممنوعات، الممنوعات اللي الناس صارت حافظتها وبتروح بتاكلها لانه بتحبها ان كان بقوليات او غيرها. تمام. هلا افضل الاطعمه لصحه الجهاز الهضمي هي الاطعمه يلي بتعزز البكتيريا النافعه يلي هي عم تهضم الاكلات مثل ما قلنا بالجهاز الهضمي. فشو هي هي الاكلات؟ عندنا اللبن. اللبن، ودائما بنقول اللبن البلدي يعني مو لبن المبستر الجاهز طبعاً. لانه للاسف شوي الخمائر بتكون اقل فيه. تماما، الا اذا طبعا تناولنا اللبن يلي هو مضاف له البروبيوتيك ممكن يكون نافع. دائما بنقول كل شيء بيتحول من حاله لحاله. هلا اللبن هو كان حليب وتحول للبن، فنتيجة هذا التحمل تنتج عندي هي الخمائر. كذلك الأمر هي مفيدة للهضم. تماما، بالمخللات، فهي انتقلت كمان من حالة طازجة للحالة اللي تخلل فيها. حتى مية المخلل هي منيحة، بس طبعا هون بدنا نأكد على مرضى الضغط إذا كان المخلل مالح ما يتناولوا أو يقللوا ملحه بتصنيعه المنزلي. فمية المخلل كمان هي كثير مهمة لمرضى الكولون. ممكن يضيفوها شوي على السلطات مثلا إذا هنن ما بيحبوا ياكلوها، يعني ما بيحبوا يشربوها، ممكن يضيفوها على السلطات، أو ممكن حتى يضيفوها مثلا لكاسة مي، يضيفوا معلقتين من مية المخلل كثير بتفيدهم. كمان بدنا نذكر إنه نحن نحاول دائما وجباتنا تكون صغيرة ومتعددة وما نوصل حالنا لمرحله التخمه، لانه نحن بس انتخمنا كثير حيصير في عندي عبء على الكولون. ممكن وقتها فعلا الغازات توصل لدرجه انه هي تضغط على القلب. فكمان نحن بدنا نحاول نتجنب هذا الموضوع. الفواكه كثير منيحه للجهاز الهضمي، الشوفان منيح، ولكن ننتبه الشوفان يكون مطبوخ لانه بس انطبخ فاليافه خلص امتصت المي واخذت نحن بنقولها نفشت، فهي ما بقى رح تزعج الجهاز الهضمي مثل قبل. وبس برجع وباكد انه هي بين حاله وحاله بتفرق. يمكن الشوفان تماما في ناس كثير ممكن يزعجهم خاصه اذا اكلوني. بدنا نركز انه مثلا الخضره الفواكه هدول كثير مناح بس نقشرهم لمرضى الكولون. يعني التفاحه لازم تتقشر،
الخيار لازم يتقشر، حتى البندورة ممكن نحن نقشرها، الإجاز، كل هاي الفواكه لازم تتقشر لحتى ناخذ منها الفائدة وما تزعجنا نهائيا. أكيد بدنا نشكرك بالختام الأخصائية التغذية صفاء الشيخ على وجودك معنا، ومثل ما قلتي هي المشكلة بتنحل بناء على ثلاث مشاكل أساسية لازم يتم تعيينها أو تشخيصها من البداية: الحالة النفسية والجهاز الهضمي وأسلوب التغذية العام. شكرا كثير، يسعد صباحكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وأكيد نتمنى نكون قدمنا هيك شوية نصائح لمرضى الكولون اللي هو أصبح طبعا مثل ما قلنا مرض شائع حاليا. شكرا. اكيد سلامه للجميع. اكيد نتمنى الصحه والسلام للجميع. هون سلمى بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، والتقانا بكره على شاشه الاخباريه السوريه بحلقه خاصه لنستعرض اهم محطات رحلاتنا الصباحيه خلال الاسبوع. من هلا لوقتها تبقوا بألف خير. ضلي بألف خير نور، واكيد لكل مشاهدينا بنتمنى نكون خلال هي الساعة ونص من الوقت قدرنا هيك نعطي معلومات متنوعة، إن كان بما يخص الطفولة، بما يخص الأسرة، وأيضا التغذية، وكان معنا أكيد لمسة إبداعية لأحد المشاريع الشبابية. نتمنى لكم دائما الصحة والخير، لا تنسوا تشوفونا بالإعادة أو مقتطفات على صفحتنا على الإخبارية السورية أو صباحنا غير. ضلوا بألف خير. باي باي, باي. باي.